نبلش يلا اكشن. اوكي كاش كاش اخبط كاش مع النبان توديكم من مكان الى مكان. كاش كاش اخبط كاش مع النبان توديكم من مكان الى مكان. طول رمضان كل اللغات من مدينه لمدينه بعد الفطور طول رمضان تابعونا وشاهدونا على الراي. يلا يا النبان فوزهم ترى الكل يستاهل حاضر والجوائز كاش والغلطان ام ربحان ربحان. كاش كاش اخبط كاش مع النبهان بيوديكم من مكان لمكان. عاوز بالجنيه اكسب كاش يو وانت بالباوند جيت يور كاش تبي بالدينار اخبط كاش كاش مع النبهان. رحب فيكم مشاهدينا الكرام وحلقه من حلقات برنامجكم برنامج المسابقات كاش مع النبهان. اجوان اجواء المسابقات والمعلومات من مول العاصمه. اليوم احنا معاكم ومعلوماتنا. اليوم عندنا اكثر من معلومه راح تعجب مشاهدينا الكرام. بنروح معاكم ونعيش الاجواء مع متسابقينا في هذه الحلقه في كاش مع النبهان. كاش كاش اخبط كاش مع النبهان توديكم من مكان الى مكان. كاش كاش اخبط كاش مع النبهان توديكم من مكان الى مكان. طول رمضان كل اللغات من مدينه لمدينه بعد الفطور طول رمضان تابعونا وشاهدونا على الراي. شلون معلوماتكم؟ زينه. زينه بشنو؟ الحمد لله كل شيء ما شاء الله. معلومات عامة. إيه؟ في شيء معين؟ تاريخ، جغرافيا، شيء؟ والله كل شيء. شنو اللي انتم مو حابينه قلتوا لا تقول لنا اياه؟ شنو؟ الكره. الكره ها المشكله انه مكتوب علي الكره. الله يعطيكم العافيه على البرنامج الحلو. الله يسلمك. مستمرين معكم مشاهدينا الكرام واجوانا في برنامجكم كاش مع النبهان ومعنا الخوات. مساء الخير. مساء النور. يا هلا حياكم الله. شو اخباركم؟ تمام الحمد لله. تفضلوا يا طويله العمر. هذه 120 دينار، كم متوقعين تحصلون من ال 120؟ ان شاء الله كلهم. ان شاء الله كلهم ما نخسرهم يعني ناخذهم. ان شاء الله كلهم. ان شاء الله كلهم نكون فايزين ان شاء الله. ان شاء الله تستاهلون. برنامجكم الحلو دائما. الله يعزك. الله يطول لي عمرك. ثلاث بطاقات نختار 1 2 3. اين نذهب؟ 1 2 اللي بالنص. 3 اللي بالنص. خير الامور شنو؟ وسط. اوسطها صحيح. سؤال يقول سؤال سهل جدا. في اي عام تم افتتاح برج التحرير؟ برج التحرير. في أي عام تم افتتاح برج التحرير؟ نقول اختيارات ولا ايه؟ اختيارات. اختيارات ايه؟ حلوي. 1992، 1994، 1996. 92 ان شاء الله. شو تقولين؟ 96 بإذن الله. وانت قالت خلاص 96. ايه قولوا كاش 1996. كاش 1996 صح. أشوف. في 1996 تم افتتاح برج التحرير. زين سمية ما شاء الله معلوماتها زينة. ايه ما شاء الله. يلا السؤال يقول من القائل الرعية لا يصلحها إلا العدل؟ الرعية لا يصلحها إلا العدل. في اختيارات؟ نعم تفضل. هل هو الشافعي ابو العتاهية ابن كثير؟ الرعية لا يصلحها الا شنو؟ العدل. نعم. يكون العدل موجود يصلح حال الرعية. ابو العتاهية ابن كثير ولا الشافعي؟ الشافعي. شافعي. شافعي. اكيد ان شاء الله. رسمي ان شاء الله. نقول كاش الامام الشافعي. كاش الامام الشافعي. غلط. هو ابن كثير. اعطونا 20. مالي. السؤال الثالث سؤال رياضي. حذرتوني قلتوا ما تبون الكره. بس عاد شو تسوون بطاقتكم؟ عارفين اكيد بيليه. بيليه معروف. النجم البرازيلي الراحل الاسطوره البرازيليه بيليه. سؤال يقول كم هدف احرز البرازيلي بيليه مع منتخب البرازيل؟ كم هدف احرز النجم البرازيلي بيليه مع اختيارات؟ حلوين. 73. 77. 87. 77. لا قوليها ناس ما قلتها انا. 77. 77. حلو. ما علمتكم انا. لا 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 اي قولوا كاش 77. الكاش
77 صح. 77 هدف أحرز النجم البرازيلي والجوهرة السمراء بليه مع المنتخب البرازيلي. حلوين. سؤال الأخير بكم؟ كم أقول؟ كم؟ 60 60 الله فينا. سؤال يقول أين تقع جزر الملوك؟ جزر الملوك؟ أين تقع جزر تسمى جزر الملوك؟ الاختيارات. يلا ما في اختيارات، هي عارفة بستين هذا. لا. 6 5 شيرة ودولة. 4 جزر المالديف. جزر المالديف لا. 3 شيسل. سيشل. 4 والله انت شاطرة قاعد تجيب الدول اللي فيها جزر. 2 1 ها 9 اعطونا 60 لا في اندونيسيا. اندونيسيا ما عليه اعطونا 60 اعطي 60 صراحة الملوك هي تسمى جزر الملوك. ما عليه بس معلوماتكم زينة ما شاء الله. بعد جاوبتوا رياضة اشتغلوا بعد. سراي كل الشكر لهم، يقدمون لكم هذا العطر هدية عليكم بألف ألف عافية. شكرا. وثيرتي تول طب الأسنان يقدمون لكم كوبون ومجموعة من مستلزمات الأسنان. صوم شكراً. لايت هذا مشروب مميز ومشروب دايت عليكم بألف ألف عافية. سرابيل عاد هذه جداشة لازم تهدونها حق أحد عندكم في البيت. أيه. عليكم بالعافية. وبيضون كل الشكر لهم يقدمون لكم هذه ساعة. أيه. يعطيكم العافية. شكرا جزيلا. يعطيكم العافية. الحمد لله زينة. أنا أشوف معلوماتكم بيرفكت ما شاء الله. أيه. ونشكركم على البرنامج الحلو صراحة مبدع وما شاء الله مذيع متألق ونحن نتابعه. شكرا لكم. وشكرا جزيلا للقناة. شكرا يعطيكم لكم. يعطيكم ألف عافية. شكرا. الله يسلمك. اربحوا معنا 40 دينار مستمرين معكم في كاش مع النبهان. شلون معلوماتكم شنو؟ إن شاء الله خير. زينب شنو؟ معلومات عامة. معلومات عامة. يلا مستمرين معكم مشاهدينا الكرام وأجوانا في برنامجكم كاش مع النبهان ومعنا الخوات. مساء الخير. مساء النور. يا هلا يا هلا حياكم الله. الله شخباركم تمام؟ الحمد لله تمام. تفضل يا طويلة العمر. عديهم على السريع. 20 40 60 80 100 120 صحيح. حلو. نختار من هالبطاقات 1 2 3 أين نذهب؟ 2 قول بسم الله. بسم الله. بسم الله. حلوين. السؤال الأول يقول بما اشتهر الشاعر الفارسي عمر الخيام؟ بما اشتهر الشاعر الفارسي عمر الخيام؟ اختيارات. اختيارات. حلو. بعلمه في اللغة أو بالرباعيات أو بعلمه في الحساب والفلك؟ لا الرباعيات. رباعيات. فهو يسمونه شنو عنده كتاب مشهور شنو اسمه؟ والله ما أدري. رباعيات. رباعيات. إيه الخيام. الخيام. قولوا كاش رباعيات الخيام. كاش رباعيات الخيام. أكيد. أكيد. صح. رباعيات الخيام هو اللقب الذي اشتهر به الفارس أو الشاعر الفارسي عمر الخيام. حلوي. أول 20 دينار. أوكي. أوكي. يلا. سؤال الثاني يقول في أي سنة صدرت أول صحيفة عربية؟ أول صحيفة عربية هي صحيفة الوقائع المصرية. مصرية. أوكي. ساعدكم أنا الحين كذي أعطيكم معلومة. صح ولا لا؟ حلو. سؤال يقول في أي سنة صدرت أول صحيفة عربية؟ 1828 1850 1830 شو تفكرون فيه بس؟ 50 لا قربي لها المايك. إن شاء الله 50 إن شاء الله. وخمسين 1850 أكيد. متأكدين؟ إن شاء الله. ما راح تغيرون نهائي الجواب هذا. حلو. قولوا 1850 كاش. 1850 كاش. غلط. هي 1828 سبق وذكرت. كثر ما تتفاعلون كثر ما تفكرون بإمكاني أنا ساعدكم بس أنتم ما شاء الله احنا تيبستوا قدام الكاميرا. يلا ما عليه نسحب العشرين. ما عليه في بعد أسئلة الحين وياكم. 100 ممكن تأخذون 100 كاملة. قول إن شاء الله. إن شاء الله. أيوة صح. سؤال الثالث يقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريه وسداد ثقر. أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريه وسداد ثغر. من قائل هذا البيت الشعري؟ رسمي اختيارات.
في اختيار اكيد اكيد تدورها من الله اختيارات. الاختيارات تقول ابو تمام العرجي او قيس بن الملوح. ابو تمام ولا العرجي ولا قيس بن الملوح؟ شو تفكرين فيه؟ قيس. قيس بن الملوح. انت ابو تمام. ابو تمام. ابو تمام ولا قيس؟ انت شو تقولين؟ العرجي ولا ابو تمام ولا قيس بن الملوح؟ ها انا القيس. قيس. تمام. ابو تمام. مصرين نختار واحد يلا فيهم. قيس ولا ابو تمام؟ قيس. قيس. قولي كاش. قيس بن الملوح. كاش قيس بن الملوح. اكيد اكيد. غلط. هو العرجي. صار لنا ساعة نقول العرجي العرجي. حلوين. سؤال الاخير يقول ما هو، ما في اختيارات ركزوا، ما هو ما هو اسم الفار الصغير؟ ما هو اسم فارس صغير الفار؟ صغير الفار له اسم. شنو اسمه؟ لا سنجاب. شو اسمه؟ سنجاب. لا سنجاب واحد. والله انك حاولت يا زينة. يلا صغير الفار. صغير الفار ما في اختيارات. راح نعد له ستة ونسحب. ستة خمسة أربعة ثلاثة اثنين. فار؟ لا هذا الفار الكبير. فارة. ها شو تقولين؟ شو اسمك انت؟ سارة. سارة. سارونا شو تقولين؟ اعطينا اجابه. هذاك اللي كنت تسمع قاعد تتذكرين. يلا اعطونا 60 على ما تتذكر سارونا. 60 وبقى وياكم ايش كثر؟ 20. طبعا ما خلصنا. هذه 20. ما في اجابه. ما في اختيارات لان السؤال الاخير. سرايل العطور كل الشكر لهم، يقدمون لكم هذه الهديه. عليكم بالف الف عافيه. 32 لطب الاسنان يقدمون لكم هذا الكوبون. تفضلي. وصوم لايت هذا مشروب طبعا تطلبون يوصل لكم ليه عندكم. هذه دشداشه لازم تعطونها حق احد هديه حق العيد. سرابيل كل الشكر لهم، دائما مميزين معنا بحضورهم. بيضون هذه ساعه نسائيه، منو فيكم تحب الساعات عليها بالعافيه. شكرا. وكل الشكر لكم. يعطيك العافيه. مستمرين معكم في كاش مع النبهان. نطلع فاصل ونرد مع النبهان. نطلع فاصل ونرد مع النبهان. عدنا بعد الفاصل مع النبهان. عدنا بعد الفاصل مع النبهان. شلون معلوماتكم؟ تمام طيبة. حلو. شنو؟ في شيء معين معلوماتكم زينة فيه؟ معلومات دينية أكثر شيء. معلومات دينية. شو اسمك أنت؟ زينب. والنعم. أنت شو اسمك؟ حسين. حسين والنعم يا أبو علي. تحب الكرة ولا لا؟ أحب الكرة. كفو. شنو تشجع؟ رونالدو. رونالدو. أوه. يعني تسوي سي؟ إي. قول لهم سي. سي. حلوة. جاهزين؟ جاهزين. بسم الله. أهلا معكم مشاهدينا الكرام من مول العاصمة ومعنا العائلة. مساء الخير. مساء النور. هلا والله. تمام. تمام الله يسلمك. شلون أموركم؟ الحمد لله الله يسلمك. يلا يا زينب تفضلي. هذه 120 دينار. قولوا إن شاء الله تأخذون 120 كاملة. إن شاء الله. إن شاء الله. حلو. يلا ثلاث بطاقات نختار. واحد اثنين ثلاثة. وين نروح؟ ثلاثة. ثلاثة. بسم الله. السؤال الأول يقول جاهزين؟ جاهزين. حلو. السؤال الأول يقول ما هي عاصمة المجر؟ ما هي عاصمة المجر؟ اختيارات. أمستردام، بودابست، براغ. أمستردام، بودابست، براغ. شو تقولين؟ بودابست. بودابست. زنوبة شاطرة. اي شاطرة. معلوماتها زينة. اي ما شاء الله. اكيد. ها. قولوا كاش بودابست. كاش بودابست. كاش بودابست. كاش بودابست. صح. بودابست هي عاصمة المجر. والمجر أيضا تسمى شنو اسمها ثاني؟ هنغاريا. بودابست. بودا طبعا منطقة وبست منطقة، فيجمعونهم مع بعض يسمونها بودابست. حلو. هذه أول 20 دينار. السؤال الثاني يقول كم مرة وردت آية فبأي آلاء ربكما تكذبان في القرآن الكريم؟ هي في سورة الرحمن. حلو. اي صح. انزين نقول الاختيارات. اختيارات بس احنا قلنا في القرآن الكريم. الاختيارات 27 مرة، 33 مرة، 31 مرة. كم مرة وردت آية فبأي آلاء ربكما تكذبان في القرآن الكريم؟ 33 مرة. 33 مرة. أكيد. أكيد. متأكدة؟ إن شاء الله. شو تقولين ويا أمك ولا لا؟ 33 مرة. أكيد. إن
شاء الله. قولوا كاش 33 مرة. كاش 33 مرة. غلط، هي 31 مرة. ما عليه، عطينا 20 يا زنب. أيوه حلو. كم عدد الدول التي لها حدود مع الصين؟ كم دولة لها حدود مع الصين؟ تعرفين أن الصين كبيرة وفي مكان في آسيا مميز. كم عدد الدول اللي لها حدود مع الصين؟ اختيارات. اختيارات. حلوين. 6 دول، 11 دولة، 14 دولة. 14 دولة إن شاء الله. 14 دولة. إن شاء الله. عارفة هالمعلومة؟ إن شاء الله. حلو. قولي كاش 14 دولة. كاش 14 دولة. صح. 14 دولة لها حدود مع الصين. حلوين. سؤال الأخير، نركز إن شاء الله. سؤال يقول: من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحد. واحد. هو شاعر؟ شاعر نعم. المتنبي؟ المتنبي. لا، ما في اختيارات، راح أعد لكم تنازلي. 6 5 4 3 2. عنتر بن شداد؟ عنترة بن شداد. والله لأنك تحاولين راح أعطيك بعد اختيار. يلا 3 2 1. ها يلا يا ام زينب، شنو؟ ما في جواب. قولوا كاش. إيليا أبي ماضي. قولي إيليا أبو ماضي. كاش. إيليا أبي ماضي. كاش. غلط، هو ابن نبات السعدية. أعطونا 60 20 60 بعد 40. بعد 40. أيوة شاطرة. ما عليك، ما خلصنا. السؤال الأخير دائما ما يكون صعب. صعب. سراي للعطور كل الشكر لهم، يقدمون لكم هذا العطر. شكرا لسراي، عليكم بألف عافية. 32 لطب الأسنان يقدمون لكم مجموعة من مستلزمات الأسنان. صوم لايت، هذا مشروب طبعا صحي ومميز، عليكم بألف ألف عافية. دشداشة طبعا من سرابيل. تعال هني حسون، تعال هني، هذه حق حسون يكشخ فيها بالعيد. أوكي، قول أوكي. عليك بالعافية أبو علي. وبيضون كل الشكر لهم، يقدمون لكم هذه الساعة. هذه حق زنوبة. أيوة شكرا لكم، يعطيكم العافية. استفدتوا إن شاء الله معلومات، خوش معلومات. حلو، يعطيكم العافية. يعطيكم العافية. واحد معنا 40 دينار، مستمرين معكم في كاش مع النبهة. شنو زين طلعت بالرياضة ولا 77؟ الله يسلمك، يعطيكم العافية، مشكورين، شكرا. شو معلوماتنا؟ زيرو. لا أنتوا زينين، بس الأسئلة صعبة. ما عليك. إيه الأسئلة صعبة. شعبي ها، أمثال ها، غطاوي وكذا. إن شاء الله الموسم الجاي نقول حق إدارة رايح طلنا غطاوي. شو حسون؟ قول سي. يلا سي. لا كذي ما سي. حسون هو اللي فاتكم ترى بالمعلومات. ها يلا قول حسون. سي. شاهد. يلا يعطيكم العافية. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام لختام حلقتنا اليوم في برنامجكم، برنامج المسابقات كاش مع النبهان. نتمنى تكون حلقتنا اليوم وأجواءنا في مول العاصمة حازت على إعجابكم ورضاكم. كالعادة نقول لكم كاش مع النبهان، كل عام وانتم بخير، مع السلامة. نطلع فاصل ونرد مع النبهان، نطلع فاصل ونرد مع النبهان، عدنا بعد الفاصل مع النبهان، عدنا بعد الفاصل مع النبهان. كاش كاش اخبر كاش مع النبهان، بوديكم من مكان الى مكان. كاش كاش اخبر كاش مع النبهان، بوديكم من مكان الى مكان. طول رمضان كل اللغات، من مدينة لمدينة بعد الفطور. طول رمضان تابعونا وشاهدونا على الرواق. يلا يا النبهان فوزوا، ترى الكل يستاهل. حاضر. والجوائز كاش، والغلطان مربحان. ربحان. كاش كاش اخبر كاش مع النبهان، بيوديكم من مكان لمكان. عاوز بالجنيه اكسب كاش. You want بالباوند get your cash. تبي بالدينار اخبر كاش. كاش كاش مع النبهان.